السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عمي الطيب قريبان، كي داير؟ لاباس عليك؟ بارك الله، الحمد لله. لحنان، أنا فرحانة بزاف اليوم، بزاف بزاف، لأن شد ليا الخط، أنا كنهضر مع الأب ديالي. مرحبا بنتي، مرحبا. ما تتصورش فرحتي والله. الله يفرحك بدخول الجنة بنتي. كنتمنى من الله يطول لك العمر ويبارك فيك ويدخلك الجنة يا ربي، ويسر لك أمورك ويحفظ لك وليداتك يا رب. يا ربي وجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب. أمي طيب قريبان، كنتمنى من الله الدعاء معايا صحيحة، والدعاء لي مع الوالدة ديالي ومع أخويا ومرات الأخ ديالي. يا ربي يا كريم. بغيت نسولك عمي واحد السؤال. نعم. أنا كنت مريضة وفطرت في رمضان، فطرت رمضان كامل. نعم. والحمد لله صحيت، ومن بعد وليت كنصوم، ولكن هذاك رمضان ما رديتوش. إيه؟ دابا ملي بغيت نعاود نرد واش نصوم ونخرج الفديه؟ إيه، واخا بنتي حنان باذن الله. الله يرحم والديك، الله يجازيك بخير، ودعا معنا عمي طيب قريبا، دعا معنا بزاف بزاف. الله يشافيك بنتي حنان. صحيحه عمي، انا كنت مريضه بالسرطان والحمد لله بريت. الله، كيفاش بنتي حنان؟ احكي لنا التجربه ديالك، كيفاش اول مره اكتشفتي بان عندك سرطان؟ عمي انا كان في السن ديالي 15 سنه، وواحد النهار تخرج لي واحد الوشيشه في العنق ديالي، ومن بعد ولا كيدوز ليا من النيف ديالي شويه الدم، من تما اكتشف المرض. الله الله الله. ومن اللي عرفتي حنان بنتي مشيتي على الطبيب ودار لك التحليل وقال لك عندك سرطان، كيفاش كانت رد الفعل ديالك؟ صراحة أنا كان عندي عادي، قلت الحمد لله على هالسرعة عطاني سيد ربي. الله الله الله. ولكن الحاجة اللي فكرت فيها هي أمي وبا وخوتي، من اللي غيسمعوا هاد الأخبار هما اللي حسيتهم غادي يتأثروا بزاف. والحمد لله دازت ديك الفترة ديال المرض كما بحال ما كنتش مريضة. الحمد لله. كانت واحد الفرحة واحد السرور، وكان كان قلبي عامر بالايمان، وكان عندي واحد الامل ديال الشفاء. الحمد لله دابا شي 12 عام هذه باش بريت، والحمد لله بخير. الله يشافيك بنتي يا ربي يا كريم. امين عمي. الله يشافيك الله يحفظك. شكرا بزاف بزاف على هذا البرنامج، راك توعينا بزاف، وكنشوفوا الطريق النور. بارك الله فيك بنتي حنان، كتوصل لنا بزاف الميساجات، الله يجازيك بخير، كنتمنى من الله تكون من اهل الجنه يا ربي وجميع المؤمنين والمؤمنات. شكرا لك حنان. لا حول ولا قوه. احبك في الله، والله احبك في الله يا عمي طيب قريب. انا الاب ديالي اللي فقدته هذه مده عامين. الله يرحمه ويسلم رحمته. الاب ديالي والله كان اي واحد تلاقيت معاه كنقول له تصنطوا الميد راديو، تصنطوا البرنامج طيب قريب، راه زوين زوين بزاف. الله بارك الله فيك بنتي، حافظك الله لاله حنان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يرحم الوالد ديالك، الله يوسع عليه الرحمات ويجعل الله في اعلى عليين، لا اله الا الله. حنان اعطتنا واحد درس مهم، وهي ان المرض مهما كان خطير، والسرطان هو من اخطر الامراض الفتاكه، اذا اتصلت بجسم فانها لا تتركه حتى تقتل صاحبه. لكن حنان اعطتنا الدليل والبرهان بان قوه الايمان واليقين هي اكبر تحدي واكبر دفاع على جسم الإنسان. راه الجسم عنده روح المقاومة، روح المقاومة كتكون خارجية وداخلية وذاتية. الخارجية هي ما يقوم به الطبيب من تحاليل وأدوية، هذه كلها كتسمى قوة دفاعية خارجية، وهناك قوة دفاعية داخلية هي العائلة والحباب اللي معك، كيساندوك وكيوقفوا معاك وكيديروا اليد في اليد. ثم هناك قوة ذاتية بالذات ديالك داخليا، ملي كيكون عندك الاعتقاد في الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ربي عز وجل كيعطي المؤمن فرحة في قلبه رغم أنها نكبة، لكن هو كيقول اللي جات من عند ربي ألف 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 مرحبا بها، ما دام الله تعالى هو المقدر
فربي ينظر إلي وتفكرني. الصالحين راه كيقول لك أنا تفكرني ربي، أعطاني هذا المرض وهو وقد ذكرني. أما اللي كيعطيه الله المال والجاه والصحة والعافية والجمال والحظ السعيد والقبول بين الناس، كانوا الصالحين لو وقع عليهم هكذا كيقول ياك ما ربي غفل عني، ياك ما نسيني، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ياك ما كينطبق عليا قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ياك ما سبق لي الله نصيبي في الآخرة عطالي في الدنيا نتمتع به هنا. كيخافوا الصالحين كيقول لك لا، إذا وقعت عندي النعيم هناك شي حاجة ماشي هي، كيبدي يستغفر الله تعالى. أما إذا أصابته ضراء فكيقول لعل الله تفكرني، وكيستغفر المولى عز وجل. وسبحان الله العظيم، هذه ولات قاعدة علمية، قوة الإيمان واليقين أكبر دافع وأكبر وسيلة للاستشفاء. اللي كان فيكم مريض أيها السادة المستمعون والسادة المستمعات، اللي عنده أي مرض مهما يكون هذا المرض، عنده سكري، عنده ضغط دم، عنده البرودة في المفاصل، عنده الشقيقة، عنده فقر الدم، عنده الله يسترنا ويستركم شي فيروس خطير ليباتيت سي أو كذا، الله يستر الجميع ويحفظ الجميع. هذه الأمراض كلها راه ممكن أننا نقضي عليها بواحد 70-80% باش بقوة الإيمان وبقوة اليقين. شوف حنان بهذا النور اللي أعطاه الله في قلبها استطاعت أن تخرج من مرض السرطان. حنان بنتي الله يشافيك شفاء تاما كاملا، نسأل الله تعالى أن يبدلك دما خيرا من دمك، ولحما خيرا من لحمك، وجلدا خيرا من جلدك، وعظما خيرا من عظمك، وشعرا خيرا من شعرك. نسأل الله تعالى أن يرزقك القوة والبركة والتيسير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حنان، لما كنت مريضة وأدركك رمضان أفطرتي، هذه الشريعة، هذا هو الحكم الشرعي. ربي عز وجل يقول لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، الشريعة الإسلامية في أحكامها كلها ميسرة، ما يمتاز به الإسلام عن غيره من الأديان وهو تيسير التشريعات. فالصيام هو تشريع ميسر، بل وفي حد ذاته شفاء. الصيام ربي ماذا يفعل بصيامنا، وماذا يفعل بقيامنا، وماذا يفعل بصدقاتنا؟ ربنا غني عنا وعن أعمالنا، لكن نحن الذين نستفيد من العبادات. فلما نصوم نحن نصح، صوموا تصحوا. فإذا كان الإنسان مريض وسقيم وعليل هذا لا يصوم. ربنا يقول لنا وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، أنت كنت مريضة تفطرين. الآن وقد شفيتي، العلماء والفقهاء يقول لك المرض نوعان، هناك مرض لا يرجى برؤه، والله السلام والعافية، مرض لا يرجى برؤه، شو واحد كبير في السن وعنده مرض مزمن وخطير صعيب أنه يعود يبرع. فكيقولوا هذا ماذا يفعل؟ أنه يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم يطعم مسكين، إما يعطيها يوم بيوم، وإما يجمعها في أول رمضان، وإما يوخرها في آخر رمضان. كيف كيستعملوا الناس؟ كيديروا قفة رمضان، كتلقى بعض أهل الخير كيوزعوا القفة ديال رمضان، واحد مجموعة منهم ما كيصوموش عندهم عذر، فكيجتمعوا فيما بينهم أو كيكلفوا شي جمعية وكيوزعوا قفة رمضان على الفقراء والمساكين في أوله، وكل في أوسطه، وكل في آخره، وكل غير بيوم بيوم يفطر مسكين. هذا عنده مرض مزمن. أما من كان عنده مرض يرجى برؤه، والعلماء يقول لك دائما تمنى على الله أن يرجى برؤك، تمنى على الله يا ربي أنا مريض واش غندير، غنفطر واش نفدي، إلا ما غنفديش أنا غنبقى تنصح، عندي أحدث نفسي أنني سوف أصح. ما تقولش أنا وخا الطبيب يقول لك مرضك لا يرجى برؤه، ما تسمعش لهذا الكلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول، وكان يقول تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه. وخا تكون مريض عندك سرطان خطير، لا غنصح وغنطول في العشاء وغنزيد في المدد وربي غادي يكرمني، حدث نفسك بهذا. هذا حتى في علم النفس كيتسمى بالبرمجة اللغوية والعصبية،
أن النفس البشرية إذا حددتها، إذا قلت أنا سليم، أنا قوي، أنا قادر، أنا نفسك كتعود قوية فعلا وتصبح عندك القدرة. إذا بقيت كتقول أنا فاشل، أنا عمرني ما غنطفرو، هكذا غتكون، ما عمرك ما غدير شي حاجة مزيانة. بما حددت نفسك سوف، وهذا كيوقع للآباء والأولاد. كاين بعض الأولاد كيسمعوا من والديهم كلمة زوينة، باهم مو كيقول أنت إن شاء الله غتنجح وغد تكون مبدع وغتكون عبقري وغنفتخروا بك في العائلة وغتكون دائما الأول بين زملائك. هو كيسمع هذا الكلام كيفرح، كيبدي نفسه كتحدثه بأنه فعلا غيكون هكذا، كتغرس فيه الأمل والنجاح. وكاين الله يسترنا ويستركم بعض الآباء والأمهات كيقول لولده ها هي علامة، إذا طفرتيه ها هو وجهي ووجهك، وكيعطيه الإحباط من الأول، عمرك ما غتنجح، كيشعر دائما بأنه النقصان. فهكذا تحنا يا بعضياتنا، كل واحد يحدد نفسه، شوف راسك في المرآة قل الحمد لله وهب لي الله صورة حسنة وجسد حسن، إلا عندي علة أنا غنتقوى عليها، أنا إن شاء الله تعالى بعد أيام معدودات غنمتثل للشفاء، الشهر الجاي غنكون قوة زائدة، من 3 شهور غنزيد نكون قوة، العام الجاي بحال هاد الساعة غنكون عندي جسم كيف لاديال، يعني هو المتناسق اللي سليم وعافى ومبارك. حدد نفسك هكذا وتكون دائما ناجح بإذن الله. بنتي حنان، الآن وقد شفيتي من مرضك عليك القضاء، القضاء هو ذاك الأيام اللي كليتيها كل في رمضان 30 يوم غترديها، ورديها متفرقة، حتى ربي عز وجل من يسره قال لنا فعدة من أيام أخر، يعني فرقها. وعادة الفقهاء كيقول لك نصوموا الأيام البيض، نصوموا الاثنين والخميس، والأيام البيض 13 14 15 لأنها مباركة، غنصوم هاد الأيام، وخا كيخلص الدين نصوم الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر 13 14 15 حتى نكمل الدين اللي عليا. هل أؤدي مع القضاء فدية؟ هذاك هو في حقيقة غير اجتهاد فقهي ذكره بعض الفقهاء المالكية، وليس من السنة المنصوص عليها، هو اجتهاد فقهي عند الفقهاء المالكية، مخافة أن الناس يتساهلون في أداء الديون ديال رمضان، فكيقولوا بأن أي واحد دز عليه رمضان بلا عذر ثم غادي يؤدي الدين ديال رمضان المقبل، أدرك رمضان المقبل، عليه القضاء والفدية، جوج الأشياء، عقوبة له لماذا تأخر، خصوصا إذا كان ميسور، أما إذا كان فقير فلا فدية عليه. فالفدية هي في الأصل بالخيار، هي غير قربة إلى الله وتزكية. إن كان عندك المال وفير لك أن تعطي تأدي القضاء زائد الفدية، إذا لم يكن عندك مال وكنت على قد الحال فلا شيء عليك، يكفيك القضاء اللي هو ملزم. وأسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك ويداويك، وأسأل الله تعالى الرحمن الرحيم أن يبارك في والدتك ويطيل عمرها ويحفظ إخوانك ويرحم الوالد رحمة واسعة، وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.